السلام عليكم طلاب في محاضرة الأسس الهندسية الفصل الثاني. بالمحاضرة السابقة شرحنا الفصل الثاني اللاترال ايرث بريشر، لكن شرحنا كان بيا حالة، كان في حالة الات ريست أي في حالة السكون. اليوم محاضرتنا هي تكمل الفصل الثاني، وراح يكون موضوعنا هو أيضا اللاترال ايرث بريشر، لكن هاي المرة هو في حالة الاكتيف والباسيف. يعني محاضرتنا اليوم بعنوان الاكتيف اند باسيف ايرث بريشر. هسه راح نجي نوضح شنو هو الاكتيف والباسيف ايرث بريشر. حتى نوضح هذا الشيء انه احنا راح نفرض عندنا ابسط حاله اللي هي شنو راح يكون بها. عندنا ريتينينج وول اللي هو يعني كانما جدار ساند للتربه. هذا الجدار راح يكون بيه راح يكون يعني يسند تربه. هاي التربه نوعها انتبهوا عليها كوهيجنلس. شرحنا بالمحاضره السابقه شنو معنى كوهيجنلس، شنو معنى كوهيسيف. كوهيجنلس هي التربة الرملية والحصوية اللي تكون ما عندها قابلية ان ترتبط مع بعضها البعض. والكوهيسيف هي التربة شنو؟ التربة اللي عندها قابلية ذراتها ودقائق ان ترتبط مع بعضها البعض مثل الطين والغرين. هسه احنا عندنا شنو؟ عندنا ريتينينج وول ديسند تربة نوعها كوهيجنلس مثل ما موضح بالشكل رقم واحد، وهسه راح نجي نشرحها بالضبط عليها. طبعا هاي التربة عندها انجل اوف شيرنج ريزيستنس اللي مقدارها ثيتا، واليونت ويت اللي هي وحدة الكثافة الوزنية جاما، هي قيمتها ثابتة. ذاك الوقت هسه راح نجي نشرح على هذه الشكل. هذا هو الريتينينج وول مالتنا اللي هو لونه بنفسجي مؤشر عليه هنا يسند هوريزونتال. طبعا التربة سطحها هنا شنو هو؟ سطحها هوريزونتال مثل ما واضح. هذه التربة دا تسلط شنو؟ دا تسلط ضغط على اليمن، تسلط ضغط على الريتينينج وول هذا اللي هو لونه سنان بنفسجي. هذا الضغط اللي تسلط عليه هو عبارة عن شنو؟ نوعاً من الضغط، ضغط عمودي، ها؟ اللي هو سميناه سيجما 1، واللي هو مقداره شنو؟ مقداره هي الجاما في الاتش، يعني وحدة الكثافة الوزنية في الارتفاع. فهو يتأثر بشنو؟ يتأثر بشكل كبير بالارتفاع، تمام؟ ها طبعاً شنو؟ ها طبعاً خلف الجدار، وان فرونت اوف اللي هو شنو؟ behind the wall، خلف الوول، مباشر وين؟ behind the wall. وعندنا شنو؟ عندنا in the front of the wall أيضا. In front of the wall أيضا أكو تربة، لكن الارتفاعات طبعا تختلف. هذا vertical stress الإجهاد العمودي اللي هو خلف الجدار كان من شنو؟ كان من جاما في H، بينما الإجهاد العمودي اللي هو أمام الجدار فهو شنو؟ شو يساوينا؟ جاما في D. هنا فرضنا الارتفاع D، هناك فرضنا اللي هو behind the wall H. بعد شنو ننتقل؟ ننتقل إلى الإجهاد الأفقي. هسه هنا شفناها behind the wall، راودكم ياش وينها خلف الجدار، كان عندنا العمق H والvertical stress اللي هي sigma 1 مثل ما قلنا نعطيها sigma 1 هي جاما في ال H، وال front of the wall اللي هي أمام الجدار عندنا شنو؟ عندنا D، وانطيناها شنو؟ انطيناها اللي هي vertical stress sigma 1 جاما في D. الارتفاع هنا ذكرناه أو انطيناه رمز اللي هو D. هسه عندنا هذا الريتينينج وول، نرجع له. هذا الريتينينج وول اذا سمحنا له بالحركه، يعني سمحنا له انه يتحرك، والحركه مالته راح تكون باتجاه من؟ راح تكون بالاتجاه يعني متجه الى نحو الامام الجدار. فشنو راح يصير عندي بهاي الحاله؟ اذا سمحنا له يتحرك فانه التربه اللي هي خلف الجدار، ها شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها نقصان باللاترال بريشر او باللاترال ستريس. اذا الاجهادات الجانبيه التربة راح تكون راح تقل، ها وين؟ تقل خلف الجدار اللي هو behind the wall. إذا هاي قلت بعد أمام الجدار شو راح يصير؟ أمام الجدار لأن الجدار تحرك باتجاهها، فش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها انضغاط. التربة شو راح يصير بيها؟ تنضغط، ها؟ وراح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي زيادة بمن؟ باللاترال ستريس. هسا نرجع نحكيها من جديد. عندي أنا هذا الريتينينج وول، وهذا الريتينينج وول سمحت له إنه يتحرك. فمن سمحت له انه يتحرك راح يصير شغلتين، شيء قبل behind the wall اللي هو خلف الجدار، وشيء يفرق عنه اللي هو شنو؟ in front of the wall امام الجدار. خلف الجدار شو راح يصير؟ خلف الجدار راح يصير نقصان بمن؟ نقصان بالاجهادات، ها؟ نقصان باللاترال ايرث بريشر راح يصير بنقصان، وراح يصير التربه ايش بيها؟ راح تكون التربه تتمدد، وهذا هو سبب نقصان بالاجهادات. التربه حين ترتاح راح ترتخي، ليش؟ لانه الاجهادات قلت عليها. على عكس التربة الموجودة وين؟ موجودة أمام الجدار. ليش؟ لأن التربة الموجودة أمام الجدار
راح يصير بيها انضغاط، راح تنضغط، راح يزيد بيها الاجهادات، وبالنتيجة راح يزداد منه، راح يزداد اللاترال ايرث بريجر. انتبهوا، اللاترال ايرث بريجر يزداد مو الفيرتيكال بريجر. فهسه الخلف الجدار شنو راح نسميه، وامام الجدار شنو راح نسميه؟ خلف الجدار راح نسميه شنو هو؟ راح نسميه اكتيف ستيت، ها راح يكون اكتيف ستيت يعني الحاله الاكتيف، بينما شنو التربه راح يصير بها انضغاط راح نسميها بحاله الباسيف ستيت. فاذا خلف الجدار عندي شنو؟ عندي اكتيف ستيت، امام الجدار لا عندي الباسيف ستيت. هذا بس هنا مذكوره الاكتيف والباسيف ستيت. فانا شلون يعني القى الباسيف ايرث بريجر والاكتيف ايرث بريجر؟ مثل ما ذكرنا في حاله السكون، اذا تذكرون في حاله السكون قلنا شنو؟ قلنا اللاترال ايرث بريجر هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن الفيرتيكال ستريس، الاجهادات العموديه مضروبه في شنو؟ في الكوفيشنت اوف لاترال ايرث بريجر ات ريست. هسه نفس الوضعيه، اللاترال ايرث بريجر ها سواء بالاكتيف او الباسيف هو ايضا الفيرتيكال ستريس، الاجهادات العموديه مضروبه في شنو؟ مضروبه في كوفيشنت اوف ايرث بريجر، في يعني كوفيشنت اللي هو المعامل مال ايرث بريجر. لكن شنو؟ لكن يكون ملائم. شلون يعني ملائم؟ يعني هذا اللي بالاترست يختلف تماما عن اللي هو الكوفيشنت مال اللاترال ايرث بريجر لما عندي حالة الاكتيف، لما تكون عندي حالة الباسيف. فهسه we can now introduce coefficient of active earth pressure، ها اللي هو ال Ka، coefficient of active earth pressure هو Ka، والcoefficient مال الباسيف earth pressure ننطي رمز ال Kb. فلما اريد استخرج ال active lateral earth pressure او ال lateral earth pressure بالحالة الأكتيف، شو راح أسوي؟ راح أضرب الإجهادات العمودية في ال Ka اللي هي coefficient of lateral earth pressure active earth pressure. ولما أريد ال passive lateral earth pressure أي الضغط الجانبي في حالة الباسيف، راح أسوي شنو؟ راح أضرب الإجهادات العمودية اللي هي رمزناها sigma 1 في ال coefficient of passive earth pressure Kb. هذا هو الشكل، واضح قدامكم؟ صارت لحد الآن واضح. هسه راح ننتقل إلى شغلة أخرى، وشغلة مهمة جدا يعني أنتوا أكيد دارسيها قبل، اللي هي المور سيركل. المور سيركل راح تكون كلش مفيدة لنا ونحتاجها موضوع اللاترال إيرث بريجر. شنو هي المور سيركل؟ راح أعطيكم فكرة مبسطة عنها ها ومختصرة، حتى يعني هي تكون مراجعة سابقة لكم حتى نبدي نستفاد من عدها في هذا الموضوع. المور سيركل هي في الطريقة اخترعها عالم اللي هو اسمه مور، حتى شنو؟ حتى نوجد الاجهادات. فهسه بالمور سيركل شنو اسوي؟ مثلا عندي نقطة اي، ارسم محورين، هاي طريقة يعني مور، انه ارسم محورين اللي هو الاكس والواي. محور الاكس راح اوضع عليه الاجهادات الموجودة عندي، ها شلون يعني اوضع الاجهادات الموجوده عندي؟ مثلا انا عندي قلنا عندنا الفيرتيكال ستريس اللي هو شنو هو؟ الاجهادات العموديه لها قيمه معينه، فاوضعها على المحور اكس وانطيها مثلا مثل ما هنا أنا موضح بي، هاي قيمتها. بعدين اجي عندي قيمه الاكتيف ستريس اللي هو شنو قيمته؟ كي اي جاما اتش اللي هي كوفيشنت اوف اكتيف ايرث بريشر مضروبة في شنو؟ مضروبة في الجهات العمودية اللي هي الجاما اتش، تمام؟ اللي حطيناها نقطة اي. ولا تلاحظون ها انه الاكتيف ايرث بريجر قيمته قليلة، والباسيف ايرث بريجر منطي شنو؟ اللي هي منطي نقطة اي اللي هي ايضا استخرجناها من استخرجناها من الباسيف ايرث بريجر. الباسيف ايرث بريجر اللي هو الكي بي في الجاما اتش، كي بي في الاجهادات العمودية، الاجهادات العمودية جاما في الاتش. إذا تلاحظون هنا خلال هذا الرسم أكبر قيمة منطيها المنو؟ منطيها إلى العفو، خلينا نجي نكمل دائرة مور. فأنا أوصل بين A و B بنصف دائرة، وبين B و E نصف دائرة، صار عندي شنو؟ صار عندي دوائر. المماسات من نقطة الأصل اللي هي نقطة O، راح شنو؟ راح أرسم مماسي. هذا المماسي يمس الدائرتين،
اللي هو هذا يسموه الفيليير انفلوب، خط الفشل. هذه هي شنو؟ هذه هي دائرة مور. هسه راح نجي نستفاد من عدها بموضوعنا. شلون نستفاد من عدها بموضوعنا؟ احنا قلنا الاجهادات او العفو behind the wall، خلف الجدار، ها اللي هي شنو راح نعطيها؟ راح نعطيها سيجما 3 اللي هي الاكتف. خلف الجدار عندنا اجهادات اللي هي الاكتف اللي هي الكي اي في الجاما اتش. In front of the wall اللي هي أمام الجدار راح يكون عندنا الجهادات شنو نوعها؟ اللي هي الباسيف واللي هي كي بي جاما اتش. عندنا هسه شنو؟ عندنا في حالة الأكتيف، نرجع للرسم، هاي حالة الأكتيف. إذا تلاحظون بالرسم الأكتيف إيرث برجر والفيرتيكال ستريس، لاحظوا هذا الشيء. بالأكتيف إيرث برجر قيمته أقل من الفيرتيكال ستريس، وهذا المذكور. عندنا the active earth pressure is the minimum value of the lateral stress sigma 3 the soil can withstand، بينما the passive earth pressure is the maximum value اللي هي أعلى قيمة. بالضبط، فتلاحظون بالرسم the active earth pressure ها اللي هو من O إلى الـ A، هو شنو اللي يمثل بنقطة A؟ هو أقل بكثير من الـ vertical stress الـ gamma H، بينما الباسف ايرث برجر لا، هو اعلق اجهاد موجود، وهو اعلى ايضا من الفيرتيكال ستريس. هسه راح نجي يعني عندنا حاله حتى نبسط هذا الموضوع، وحتى شنو حتى يعني نلقى الاجهادات اللي عندنا. خلينا نعتبر عندنا تربه ها على عمق معين، فد عنصر من التربه على عمق معين، العمق هذا هو اتش. ها الفيرتيكال ستريس مالتي شلون اجي ألقى الفيرتيكال ستريس المسلط على هذا العنصر أو من التربة؟ شلون أوجده؟ أوجده ببساطة، مجرد أضرب الجاما في الاتش، وحدة الكثافة الوزنية في الارتفاع، هذا استخرجناه. بعدين أريد أنا شنو؟ بعدين أريد أوجد الأكتيف برجر والباسيف برجر حسب الشكل الثاني. شلون يعني من الشكل الثاني؟ إنه أني اللاترال برجر راح تكون أقل قيمة وين؟ لمن عندي شنو؟ لمن عندي الأكتيف إيرث برجر، هاي ذكرناه، وراح يكون شنو؟ راح أعطيه شنو؟ راح أعطيه سيجما 3. بينما اللاترال إيرث برجر راح يزداد إلى أعلى قيمة، شو وقت؟ لمن أنا عندي الباسيف إيرث برجر، واللي هو هسه نجي أحكيها، إنه من الشكل الثاني it can be seen، نقدر نشوف إنه اللاترال برجر كان reduce، ممكن أن يقلل إلى minimum value إلى أقل قيمة. At which the stress circle is tangible to the strength envelope. The minimum value أقل قيمة أو القيمة الأقل شنو نطيناها؟ شنو قلنا عليها؟ قلنا عنها اللي هي the active earth pressure واللي هي the Ka في الجاما H. بينما the lateral earth pressure can rise يعني ممكن يرتفع to a maximum value، ممكن يزيد إلى أعلى قيمة. ها؟ وشو نسميه هذا؟ الباسيف ايرث برجر واللي هو كي بي في الجاما اتش. بعد شنو ممكن ايضا نوضحه؟ نوضح انه شنو هذا شفناه هنا هسه، شفنا الفيرتيكال ستريس اللي هو يمثل نقطه بي، والاكتيف ايرث برجر نقطه اي، والباسيف ايرث برجر نقطه اي. هسه مور سيركل عندنا مصطلحين اللي هي سيجما 1 وسيجما 3. سيجما 1 دائما نعطي شنو يسمي اللي هو الميجر ستريس، ميجر ستريس اللي هو الاجهاد الاعظم. وسيجما 3 ها نرمزه اللي هو الماينر ستريس، الاجهاد الاقل. فهسه من خلال الشكل نقدر نوضح شنو ها، هسه من خلال الشكل ها انا دا احكي من خلال عندي هذا الشكل اللي هو مال منو؟ مال مور سيركل، دائره مور. وأنا حالة منه عندي حالة الأكتيف. فمن هو الإجهاد الميجر برينسيبل ستريس؟ من هو الماينر برينسيبل ستريس؟ الإجهاد العمودي اللي هي الفيرتيكال ستريس ها، هي اللي هي شنو قيمتها؟ جاما في الاتش، هي الميجر برينسيبل ستريس ها. بينما شنو؟ بينما منو هي الماينر برينسيبل ستريس؟ هذا في حالة شنو؟ في حالة احكي إجهادات أكتيف، أكتيف برجر. بينما في حالة الباسيف برجر منو راح يكون ال الميجر ومنو راح يكون الماينر؟ الماينر راح يكون هو الإجهادات العمودية. فإذا الإجهادات العمودية اللي هي كانت الميجر برينسيبل ستريس في حالة الأكتيف
راح تصير شنو؟ راح تصير الماينر برينسيبل ستريس في حاله في حاله الباسيف. نرجع للشكل الان راح اعيده واشرح لكم اياه من جديد. عندي هذا الشكل اللي هو المور سيركل، عندي حطيت عليه الاجهاد العمودي اللي هو الفيرتيكال ستريس جاما اتش، وحطيت عليه الاكتيف ايرث بريجر اللي هو كي اي جاما اتش، وحطيت عليه الباسيف ايرث بريجر اللي هو كي بي جاما اتش. المور سيركل عندي اجهادين نعتمد عليه اللي هو البرنسبل ستريس، سوري الميجر برنسبل ستريس والماينر برنسبل ستريس. في حاله الاكتيف الفيرتيكال ستريس هو راح يعتبر الميجر برنسبل ستريس سيجما 1 باعتبار، بينما في حاله الباسيف راح يكون الفيرتيكال ستريس هو الماينر. وموضح بشكل لان يعني الاجهاد العمودي يكون اقل من الباسيف بينما هو اكبر من الاكتيف ستريس او اكتيف بريجر. هسه انا اريد شنو؟ اريد احسب او اريد اقدر اخمن الاكتيف والباسيف فاليو مالت منو؟ مالت البرجر. اريد انا هسه اخمن او اعرف احسب قيمة الاكتيف والباسيف برجر. شلون احسبهن؟ شلون اقيمهن؟ اكو طريقتين او اكو نظريتين دائما تستخدم لاجل حساب الاكتيف اند باسيف لاترال ايرث برجر، اللي هن شنو هن؟ اللي هن رانكين وكولومبيا. هاي المحاضرة راح تكون عن شرح نظرية رانكين وطريقتها. هسه رانكين ثيوري شنو راح يتم شرحها لكم خلال هذه الفصل؟ راح يكون بالشكل الآتي. راح يكون عندنا الكوهيسيف سويل واللي راح نشرحها من أول شيء. عفوا، رانكين ثيوري راح تكون لجرانيولا سويل. اللي شنو الجرانيولا سويل؟ اللي هي الكوهيجنلس سويل، وعندنا أيضا الكوهيسيف سويل. راح نتناول بداية موضوع الجرانيولار سويل، وراح نكون أول شيء بموضوع الأكتيف إيرث بريجر، وراح نتناول الأكتيف إيرث بريجر لما يكون عندي الهوريزونتال سويل سيرفيس، يعني لما يكون سطح التربة هوريزونتال، لما يكون سطح التربة شبيه سلوبينج اللي هي السلوبينج سويل سيرفيس. بعد ذلك أيضا في موضوع الجرانيولار سويل راح نكون شنو؟ راح نتكلم عن الباسيف إيرث بريجر لما ايضا يكون سطح عندنا horizontal surface، لما يكون عندنا sloping soil surface. بعد ذلك بعد ما نكمل الجرانيولا راح نبدي نشرح منو؟ راح نشرح ال horizontal soil، سوري العفو ال cohesive soil، هي التربة ال cohesive اللي شرحناها، قلنا هي التربة اللي هي قابلية انها تماسك مع بعضها البعض مثل الكلي والسلط. راح نتناولها بيا شنو؟ راح نتناولها في حالة الأكتيف إيرث بريجر وفي حالة الباسيف إيرث بريجر. يعني هسه عندنا رانكين ثيوري عد بيها جرانيولا سويل، والجرانيولا سويل راح نتناول الأكتيف إيرث بريجر والباسيف إيرث بريجر. والأكتيف إيرث بريجر بيها الهوريزونتال وبيها الستوبن، والباسيف أيضا بيها هوريزونتال وبيها ستوبن. بعد ذلك اللي هي الكوهيسيف سويل اللي بيها الأكتيف إيرث بريجر والباسيف إيرث بريجر. هسه راح نيجي على أول حالة اللي هي الجرانيولار سويل، وعندنا اكتيف ايرث بريجر، وعندنا شنو السطح مالتنا؟ السطح مالتنا هوريزونتال سويل سيرفيس. لما عندنا هوريزونتال سويل سيرفيس شلون راح نكون؟ راح يكون عندنا فيرتيكال ريتينينج وول، راح يقوم باسناد كوهيجنلس سويل التربه اللي هي اللي هي الجرانيولار، عندها انجل اوف شير فريكشن اللي هي شير ريزيستنت اللي هي ثيتا. التوب مالت السويل شنو؟ التوب مالت السويل هو شنو؟ هو horizontal مع with the top of the wall اللي هو اللي هو مثل ما موضح بالشكل رقم واحد. نرجع الى الشكل رقم واحد اللي هو هذا horizontal يعني retaining wall، والسيرفس مالت السويل اللي هو سطح التربة horizontal. ونتوقع هسه شنو نتوقع انه صار بي انه الجدار اتحرك ما فيه الكفايه حتى يسبب لي شنو؟ حتى يوفر لي الاكتيف ستيت اللي حاله الاكتيف. بعد ذلك من خلال مور سيركل، من خلال دائره مور اللي موجوده بالفيجر نمبر 2 اللي نرجع لها حتى نشوفها، هذا اللي هي المور سيركل.
شو راح نسوي؟ راح نطبق القوانين التالية حتى نستخرج منه، حتى نستخرج الـ coefficient of active earth pressure اللي هو شنو؟ الـ Ka اللي هو عبارة عن شنو؟ اللي هي Ka gamma H على gamma H. لماذا هو قانون شنو؟ لأن هي العلاقة اللي تربط الـ Ka هي شنو؟ اللي هي عندنا الـ lateral earth pressure أو الـ active lateral earth pressure يساوينا Ka في الـ vertical stress. فإذا نريد نستخرج الـ Ka، الـ Ka هو شنو هو راح يكون؟ راح يكون الـ active lateral earth pressure على منو؟ على الـ vertical stress. الـ active earth pressure اللي هي Ka gamma H على الـ gamma H اللي يتمثل لنا بشنو؟ يتمثل لنا بالخط OA على OB. نرجع على هنا بهذا الشكل، الـ OA اللي هو الـ active earth pressure والـ OB اللي هو الـ passive earth pressure. الـ OA يساوينا شنو؟ يساوينا OC minus AC على OC زائدا B زائدا CB، واللي هو شي يساوينا؟ يساوينا OC minus DC على الـ OC زائدا DC ويساوينا واحد. بعد ذلك شو راح نسوي؟ راح نقسم على شنو؟ راح نقسم على الـ OC، راح يكون عندنا واحد minus DC على الـ OC، وراح ايضا هاي بالبص بالمقام ايضا نفس الحاله، فيصير عندنا واحد زائد دي سي على الاو سي. الدي سي هي شنو؟ هي ساين ثيتا، فيصير واحد ناقص ساين ثيتا بلس واحد زائد ساين ثيتا، واللي هي شنو؟ راح نقدر انه يعني هي بالقوانين مالت المثلثات او دوال المثلثيه راح يكون تان تربيع 45 ثيتا ماينص ثيتا اوفر 2. فاذا الكي اي تساوينا واحد ماينص ساين ثيتا على واحد زائد ساين ثيتا افكتيف. طبعا تقدرون تشوفون وتراجعون الشكل اللي هو فيجر نمبر 2 حتى تتاكدون من العلاقات الموجوده به. طلاب ضروري تنتبهون على الاشتقاق خاصه يعني هذه انتم مطالبين به، بس هو ضروري تفهموه حتى خاف تحتاجون من عندنا فد معلومه او فد شغله ترجعون بيها او الها. هسه احنا بعدنا وين؟ بعدنا بالهوريزونتال سويل سيرفيس. طبعا اللاترال ايرث بريجر، طبعا هاي في حاله الاكتيف، اللاترال ايرث بريجر اللي هو مسلط عليه مسلط على الجدار اللي هو شنو هو؟ راح نعطيه اللي هي طبعا اكيد دائما اللاترال ايرث بريجر سواء كان بالباسف سواء بالاكتيف هو شنو هو؟ هو سيجما 3 اللي هو شو يساوي لنا؟ اللي يساوي لنا كي اي سيجما 1. سيجما 1 اللي هي شنو؟ اللي هو الفيرتيكال ستريس، الجهادات العموديه. وبما انه هو الفيرتيكال افكتيف ستريس فراح نعطي اللي هو سيجما 1 افكتيف جاما في الاتش. الكي اي هو شنو هو؟ الكي اي هو كونستانت، وقلنا من حسبه عرفنا نحسبه من هاي المعادله كي اي يساوي لنا 1 ماينس ساين ثيتا على 1 زائد ساين ثيتا. فهسه شنو عندنا؟ فهسه عندنا البرجر اللي هو ما انه انا عندي اكتيف بعد ما راح اسميه سيجما 3، راح اسميه شنو؟ راح اسميه بي اي. ليش؟ لانه انا دا احكي عن اكتيف حتى اميزه عن منو؟ عن باسيف، بس هو في الحقيقه حسب مور سيركل هو سيجما 3، لكن انا رمزه وراح اشتغل بي هو بي اي. فالبي اي يساوينا كي اي جاما اتش واللي نفس منو؟ نفسها سيجما 3. هسه عندي اني الاجهادات او البرجر الاكتيف برجر اكتيف لاترال ايرث برجر، اريد امثله حتى شنو؟ حتى اوجد القوه المسلطه عليه. راح امثله بشنو؟ راح امثله بالبرجر دايجرام. هذا البرجر دايجرام المساحه مالته ها هي من عندها راح اطلع من عندها الفورس، ما طلع من عندها القوه. من اطلع القوه اشوف ايضا موقعها. طبعا الطلاب هاي ضروري جدا تنتبهون عليها، انه اني عندي الماجنتيود قلنا اوف ريزلتنت ثرست الضغط هو بي اي، وانا مسلط على شنو؟ مسلط على ظهر الجدار. الاريا اوف ذا برجر دايجرام شنو هو؟ الاريا اوف برجر ديستريبيوشن دايجرام هي تمثل لي منو؟ تمثل لي القيمه مال الريزلتنت ثرست مال الضغط. بعد انا اريد اطلع الفورس. الفورس هي اللينير لود اللي هي شنو؟ اللي هي القوة اللي تكون لينير، واللي وين تأثر نقطة تأثيرها بالسنترويد أو البرجر ديستريبيوشن، إذا في سنتر توزيع الضغط. في
في حال انه انا عندي الضغط شنو هو الضغط مالته البروجر دايجرام مالته شنو تراينجولا، اذا الضغط مالته تراينجولا ما راح ياثر، راح ياثر بثيرد اوف ذا هيت اوف ذا تراينجول. هذه القواعد اللي المفروض انتم دارسيها قبل. مثل ما تشوفون هنا انا عندي مخطط توزيع الضغط البروجر ديستريبيوشن دايجرام، هو مثلث، فهنا راح يكون شنو وين نقطه تاثيره البروجر في منطقة ال H على 3 لما يكون عندي الارتفاع هو مقداره H. هسه السؤال والنقطة المهمة، هل دائما توزيع انه البروجر دايجرام دائما يكون مثلث؟ نعم، انتبه على هاي النقطة. الضغط اللي سلطه التربة، ها الضغط اللي سلطه التربة دائما يأخذ شكل المثلث، هاي نقطة معروفة. ليش؟ لانه هو يزداد كل ما اللاترال ارث بروجر يزداد بزيادة العمق. لكن هل هو دائما البروجر دايجرام كل الامثلة الاكزامبلز اللي راح احلها اللي تواجهني دائما مثلث؟ لا، مو دائما فقط مثلث، ممكن يكون ايضا وياه مستطيل. شو قد يكون عندي وياه مستطيل؟ لما عندي انا شنو لما عندي يونيفورم ديستريبيوتد لود، اذا تذكروها بالمحاضرة الاولى اشرح لكم اياها، لما يكون الآن راح نشرح مثال توضيحي على الشيء اللي شرحناه اللي هو الأكتيف أرث بروجر والسويل نوعها جرانولا اللي هي كوهيجينلس، لما الحالتين الهوريزونتال سيرفيس والسلوبينج سيرفيس. هسه عندي شنو؟ عندي يوزن جرانكين ثيوري، طبعا هو يقول لك الطريقة اللي تستخدمها ديتيرمن ذا توتال أكتيف ثرست. توتال أكتيف ثرست معناتها ترى القوة الأكتيف الكلية on vertical retaining wall. دي يقول لك إنه retaining wall عندي اللي هو الهيت مالتش قد مقداره 5. if the soil retained، إذا كانت التربة يعني تحجز has a horizontal surface، إذا في حال شنو إذا كانت السطح على شنو السطح مالته horizontal with the top of the soil and has the following properties اللي هي properties مالتها اللي هي قد theta ساوينا 35 وغاما equal to 19 kilonewton على المتر تكعيب. What is the increase in horizontal thrust if the soil sloping up from the top of the wall at an angle of 35 to the horizontal؟ يعني يقول لك ايش قد راح يصير اكو زيادة بالقوة اللي عندي اللي هي الهوريزونتال اذا شنو صار؟ اذا كانت التربة تغيرت من هوريزونتال الى شنو؟ الى يعني مائلة بزاوية مقدارها 35. هسه أول شيء راح نحل لما يكون عندي التربة تربة هوريزونتال. فالحال ما شنو أول شيء أستخرج الـ Ka من القانون لما تكون التربة شنو؟ السويل سيرفيس هوريزونتال، لما تكون التربة هوريزونتال أفقية. Ka من هذا القانون 1 ماينس ساين الثيتا على 1 زائد ساين الثيتا. الثيتا قلناها مقدارها 35، ف 1 ماينس ساين 35 على 1 زائد ساين 35. فيكون عندي الرقم الناتج 0.271. بعدها راح نبدأ نحسب من هو الماكسيمم بي ال اللي هو شنو هو؟ الضغط. الضغط مش القانونة اللي هو كي اي جاما اتش. الكي اي مقدارها 0.271 في عندنا الكثافة اللي هي مقدارها 19 في الشنو في الارتفاع. الارتفاع عندي 5 فاستخرجنا مقدارها 75 كيلو باسكال اللي هي كيلو نيوتن على متر تربيع. هسه اريد الثرست اللي هي القوة، قلناها وشرحناها قبل شوية مثل ما انتم تلاحظون هنا انه انا عندي الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت ثرست بي اي اكتنج اون ذا باك اوف ذا وول از ذا اريا اوف بروجر ديستريبيوشن دايجرام. اذا هي شنو هي؟ هي مساحة مخطط الضغط، هذه هي القوة. فالثرست اللي هي الاريا اوف بروجر دايجرام واللي هي شنو عندي هنا، ما انه انا ما عندي يونيفورم ديستريبيوتد لود او عندي فقط شنو فقط عندي ضغط ناتج من التربه، فالتربه تكون لي ضغط بشكل مثلث.
فأني اللي هي مساحة البروجر دايجرام راح تكون شنو هي؟ هي مساحة المثلث اللي هي نصف القاعدة في الارتفاع. نصف حطيناه. القاعدة اللي هي مقدارها البي اي اللي هي 25.75 في الارتفاع اللي هو مقداره 5 وساوينا 64 كيلو نيوتن. إذا تردون يعني تذكرون البروجر دايجرام فهو مشروح بالمحاضرة ما الأولى اللي نزلتها اللي هي شابتر أيضا 2 لاترال أرث بروجر أترس، نفس الشرح أنا شرحت بيها البروجر دايجرام مشروح بشكل واسع أيضا وكامل. بعد لما عندي الحالة بي اللي رقم 2 solution بي soil sloping at 35 درجة، مادام انه اني عندي البيتا تساوي الثيتا ها فالكي اي يساوينا كوساين ثيتا، او ممكن تطبقون القانون بس ما انه هي هالكي اي كوساين بيتا كوساين بيتا ماينس كوساين تربيع البيتا ماينس كوساين تربيع الثيتا على كوساين بيتا زائد كوساين تربيع البيتا ماينس كوساين تربيع الثيتا. البيتا والثيتا بالمثال مالتي مساويات، فنطرح واحدة من الثانية صفر وكوساين بيتا على كوساين بيتا نقسمه فيبقى لي شنو من الكي اي؟ كي اي تساوي لنا كوساين بيتا، هو ذاك لكم اياه. In this case بيتا تساوي ثيتا. When this happened the formula for كي اي reduced to كي اي تساوي كوساين بيتا، فكي اي تساوي لنا كوساين 35 ويساوي لنا 0.819. الثرست همانتي هنا اللي هي القوة، شلون راح استخرجها؟ ايضا من المساحة اللي هي نصف القاعدة في الارتفاع. قلنا القاعدة اللي هي شنو هي؟ اللي هي تمثل لي البرجر اللي هي الماكسيمم بي اي، واللي هي شنو هي؟ هي الجاما كي اي في الاتش، والارتفاع اللي هو اتش، فصار اتش تربيع، فصار عندي جاما اللي هي 19 في الكي اي استخرجناها 0.819، الاتش تربيع اللي هو 5 تربيع على 2. عرفت من اجى التربيع؟ لان يعني انا عندي مرتين اتش، اتش بالقاعدة اللي ان القاعدة تساوي لنا الماكسيمم بي اي وهي تساوي لنا الكي اي جاما اتش، وعندي اتش اخرى هي اتش مالت منو مالت الارتفاع قسمناها على 2. ليش؟ لان انا دا احسب الثرست من مساحة البروجر دايجرام اريا اوف بروجر دايجرام، وما انه انا عندي هاي الحالة اللي هي مجرد ضغط التربة فهو عندي مساحة مثلث، فاستخرجنا القيمة اللي هي 194.5. أوكي، قيمة الثرست اللي إحنا استخرجناه هو يعني موازي، إما الموازي إلى السطح. السطح مالتي ما إنه هو سلوبي، سلوب بمقدار يعني زاوية 35، فأنا أريد ال horizontal compound، أريد ال horizontal يعني إيش قد عندي قوة دا أسلطها أفقيا على الجدار، ما أريدها المائلة بزاوية البيتا. فش راح أسوي؟ راح ألقى ال horizontal compound اللي هي مقدار الثرست مضروب في كوساين 35 اللي هي كوساين البيتا، في 194.5 في كوساين 35 طلع المقدار 159 كيلو نيوتن. فهسه راح نشوف ايش قد صار عندي زيادة بمنو بالهوريزنتال ثرست لما غيرنا السطح من هوريزنتال الى سلوبين. فراح نطرح شنو؟ راح نطلع ال 159 من ال 64 راح ينتج لي قيمة ال 95 كيلو نيوتن على المتر اللي هي هذه المقدار الانكريز ان هوريزنتال ثرست. هسه عندنا ال point of application of total thrust total active thrust. ما انه احنا استخرجنا الضغط من المعادلة او العفو الثرست من البي اي من المعادلة اللي هي نصف القاعدة، نصف القاعدة في الارتفاع اللي هي نصف جاما اتش تربيع في الكي اي. كي اي هو مقداره شنو؟ هو constant value، هي قيمته شنو؟ قيمته constant، وعندي الاتش هو الارتفاع مالت الوول والجاما هو اليونت ويت. فأريد أعرف شنو هسه البوزيشن of the center of a brother on the back of the wall. هو راح يكون موضح وين؟ موضح بالشكل رقم 5 اللي هو الشكل الجاي حسب منه؟ حسب نظرية رانكين ثيوري. هذا في حال شنو؟ في حال انه انا افرض انه البرجر دايجرام او البرجر ديستريبيوشن دايجرام مالتي تريانجل، هذا عندي مثل ما تلاحظون هذا الريتينينج وول مالتي ارتفاعه اتش. في حال انه انا سطح مثل ما هنا ملاحظين اول حالة اللي هو سطح شنو؟ هوريزنتال افقي، في البي اي وين نقطة تأثيره؟ نقطة تأثيره في الثلث اتش على 3. في حال انه انا سطح مال تشبين، في حال انه سطح مائل فايضا راح يكون عندي مقداره اتش على 3 واكو زاويه ميلان اللي هي البيتا.
بعد عندي مثال الآخر اللي هو example رانكين سيارة هماتين ثرست، بس هنا أنا عندي شنو راح يكون عندي أكثر من نوع آخر من التربة. المثال الأول كان عندي نوع واحد من التربة، هسا عندي نوعين من التربة. هسا السؤال يقول details the soil retaining behind a smooth wall are given in the figure. هاي منطقنا إياها بشكل draw the diagram of the pressure distribution. المطلوب شنو؟ مطلوب إنه إحنا نرسم مخطط توزيع الضغط on the back of the wall and determine the total horizontal active thrust acting on the back of the wall by the Rankine theory. إذا نطلب من عندنا أول شنو نرسم مخطط البروجر دايجرام وبعد نستخرج the total horizontal active thrust لما يكون عندي مثلاً Rankine theory. هسه أجي للمسألة مالتي، انتبه على شغلات اللي موجودة بيها. هذا هو الريتينينج وول مالتي اللي هو عنده ارتفاعين، العفو ارتفاع واحد، بس شنو راح يكون عندي نوعين من التربة. التربة الأولى القامة مالتها 16 كيلو نيوتن على متر تكعيب، الثيتا مالتها 30 والسي صفر. فالتربة أيضا شنو نوعها؟ نوعها كوهيجن لس لأنه الكوهيسة مقدارها صفر. بعد التربة الثانية هي أيضا السي مقدارها صفر، القامة مقدارها 24 والثيتا مقدارها 20. فأنا من عندي نوعين مختلفتين من التربة، شلون أتعامل ويا الموضوع؟ أتعامل الموضوع كشكل الآتي. بالبداية راح أبدي أحسب شنو؟ أحسب الـ active pressure at the top of the wall اللي هي مقدار النقطة لما شنو لمن هنا أنا عندي الـ H مالته صفر. فهو قد مقداره، مادام إنه أني مقداره صفر فأني الـ B مالتي قد مقدارها صفر. بعدين لما أني الارتفاع أو على مقدار 3 متر، ليش راح أفصلها مرتين؟ أول شيء لما عندي 3 وبعدين لما عندي 4.5، يعني أكو تغيير بالتربة. ما دام أكو تغيير بالتربة فأني هنا أنا أحسب الضغط. في الـ KA consider the upper soil layer، طبقة العليا من التربة. KA 1 minus sin theta على 1 زائد sin theta اللي هي الثيتا شقد مقدارها؟ مقدارها 30 على التربة العليا، يطلع الناتج 0.33. شو راح أحسب هسه؟ راح أحسب الضغط اللي هو شنو هو؟ اللي هو KA جاما في الـ H. الـ KA مقدارها شقد؟ 0.33، في الجاما مقدارها 16، في الارتفاع 3 متر. بعدين راح نذهب إلى ما؟ راح نذهب إلى التربة اللور سويل. اللور سويل KA 1 ماينس ساين ثيتا اللي هي منها مقدارها 20 على 1 زائد ساين ثيتا، فاستخرجناها اللي هي مقدارها 0.49. الـ BA شقد راح تكون؟ راح تكون أيضا KA في الجاما H. الـ KA 0.49 في الجاما اللي هي 16 مال التربة الثانية اللي هي شقد مقدارها؟ اللي هي 0.49 في شنو؟ في الـ 16 مال التربة العليا في 3. السبب هذا الشي شنو؟ ما دام تغيرت الكثافات فراح أنا أستخرج الـ BA مرتين، فراح يكون عندي البي اي 23.5 كيلو باسكال. فتلاحظون انه الاكتيف بريشر شبي راح يكون قفز من قيمه 16 ل 23 لما يكون عندي الارتفاع اجيت، لما يكون عندي ارتفاع 3، وهو موضح هنا أنا بهذه. اذا تعرفون ليش انه اني قفز من 16 الى 23.5، دائما وابدا في هذه الامثله لما يصير تغيير بالتربه، وتغيير شنو؟ تغيير بالثيتا. طبعا الثيتا هاي اهم شيء اللي هي مقدارها مقدار الثيتا. انا مع اللي بالقامة عندي بالثيتا، اذا تغيرت الثيتا مالت التربة العليا عن السفلى راح يصير اكو جامب بالبرجر. هذا الجامب راح يكون ممثل بخط مستقيم. فاذا هنا لما عندي ارتفاع 3 صار عندي جامب بسبب تغير منو؟ تغير الثيتا، ما همني القامة، يهمني الثيتا. الثيتا تغيرت فصار اكو تغيير بما تغيير بال تغيير بال هذه تغيير بالضغط. فهسه احنا رسمناه، راح نرسم مالت التربة الأولى. أول شيء عند النقطة صفر اللي هي الارتفاع مالتها اللي هي عند السطح ما عندي أي ضغط فيكون صفر. بعد ذلك راح يزداد حتى قيمة 16، بعد ذلك راح يصير عندي هاي القفزة اللي هي مقدارها 23.5. هسه أريد أكمل لما يكون عندي شنو؟ لما يكون عندي العمق الآخر. الآن راح نحسب لما عندي الارتفاع الآخر اللي هو 4.5، في البي قد مقدارها؟ مقدارها أيضا كي اي في الجاما اتش زائدا الضغط الآخر.
فهي ال KA اللي مقدارها 0.49 حسبناها في الجاما اللي هي 24 في الارتفاع سنأخذ الارتفاع الآخر اللي هو 4.5 زائدا القيمة الضغط اللي حسبناها اللي هي 23.5 فيكون ناتج عندي 67.4 كيلو باسكال. هسه الآن شنو نحتاجين؟ نحتاج إنه الأكتيف براجر دايجرام اللي إحنا رسمناه بالشكل هذا. وراح نحتاج شنو؟ راح نحتاج القيمة مالت التوتال أكتيف ثرست. فشوف هسه شنو عدنا؟ عدنا المثلث الأول. إحنا راح نحكي عن التوتال أكتيف ثرست. المثلث الأول زائدا شنو؟ زائدا مستطيل زائد مثلث. فالمثلث الأول اللي هو نصف القاعدة في الارتفاع نصف. القاعدة اللي هي قد مقدارها استخرجناها اللي هي 16 اللي هي قيمة البي اي في الارتفاع اللي هو مقداره 3 زائد المستطيل اللي هو شنو مالته الطول في الأرض. الارتفاع ايش قد مالته؟ هذا هو المستطيل 4.5 في شنو في القاعدة مالته اللي هي قد مقدارها 23.5 زائد المثلث الثالث اللي هو نصف القاعدة في الارتفاع راح يكون نصف ايش قد؟ هذا هو المثلث. الارتفاع ايش قد؟ 4.5 النصف. يبقى عندنا القاعدة. القاعدة